العقل السليم في الجسم السليم. هناك من يرى في الرياضة وبالا يجب إيقافه، وهناك من يرى في الرياضة فرصة لتشغيل العاطل وتحسين دخل الفقير والطبقة المتوسطة، وهناك من يرى في الرياضة نشاط للغني صاحب رأس المال. الأمور هنا تحيلنا إلى مجموعة من الأسئلة: ما معنى الرياضة؟ أي نموذج رياضي نريد؟ وما دفعنا للوصول إليه؟ وما هي السياسة الرياضية الممكنة مستقبلا في خلق الأبطال أو صناعة الأبطال؟ متتبعي الفضائل، مرحبا بكم في برنامجكم عين على المغرب. نستضيف في هذه الحلقة الدكتور عبد النبي عيدودي. مرحبا دكتور. مرحبا أستاذ. أكيد أننا نتحدث عن الرياضة بمفهومها الشاسع. كيف ترى الرياضة في المغرب؟ النظر إلى الرياضة في المغرب هو ينطلق من اعتبار أن المغرب يهتم بهذا القطاع بشكل كبير، واستطاع المغرب طبعا أن يسجل أرقاما قياسية في العديد من المجالات الرياضية، استطاع أن يكون في منصة تتويج أكثر ما من مرة في محطات دولية كبيرة، لكن نلاحظ أن الأمر فيه مد وزر، وهذا مسألة طبيعية طبعا. لكن الحديث عن ضرورة البحث عن طريقة وعن منهج جديد للاستمرار في صناعة الأبطال وفي خلق الأبطال وفي البحث عن سبل وطرق ووسائل لجعل دائما منصات التتويج يحضرها أبطال مغاربة، كما عهدنا ذلك في مجموعة من المحطات الدولية لا في ألعاب القوى ولا في كرة القدم. بالنسبة للمواطن المغربي الرياضة يعني كتجي في واحد الوقت لربما فراغ أو بعد واحد المعاناة مثلا المرض إلى آخره. إذن هنا الرياضة في الثقافة المغربية هل هي حاضرة بالشكل الصحيح والشكل السليم اللي من المفروض على أنها تكون فيه كما كاينة في الدول المتقدمة؟ يعني الرياضة كثقافة في المغربية موجودة أصلا منذ القدم، لا يمكن أن ننكرها، يعني حتى في طفولتنا هذه في السبعينات والثمانينات كنا نقوم مجموعة من الألعاب الرياضية المحلية، هي في نفس الوقت هي ترفيه وفي الوقت هي لعبة رياضية. مثلا مسألة الجري أو العدو اللي هو الآن أصبح يعرف بالعدو الريفي وألعاب القوى وأرقام قياسية، يعني جميع المغاربة كانوا يعني في كل مساء كطفولة يقومون بهذه العملية دي رياضة الجري. كرة القدم الآن أنت ترى أن لا يمكن أن تجد تجمع صغير ولو صغير، يعني دوار صغير قرية صغيرة تجد بجانبها واحد المساحة معدة بشكل ولو عن طريق اليد أنها مخصصة للعب كرة القدم. هذا يؤكد أن الرياضة هي جزء من الثقافة المغربية، ولكن يعني نحتاج إلى تقنين إلى استراتيجية أو إلى خطة محكمة من أجل يعني تنزيل أو تقريب المرفق الرياضي من المواطن وتأمينه، وهذا هو ما انطلقت فيه المملكة ولا سيما في هذه السنتين خلال إنجاز ملاعب القرب. نعم، ونجحت المملكة في ذلك. الآن يعني أغلب المدن تتوفر على ملاعب القرب اللي ما كانش توفر عليه 11 سنوات. نعم. القطاع الرياضي الآن أصبحت ملاعب قرب موجودة، والجمعيات الرياضية موجودة بشكل كبير لتصعب تطوير ملاعب قرب. الآن هناك تحدي آخر، وأن ملاعب قرب الآن تنتقل إلى العالم القروي، لأن بعد ما انتهى توفيرها في المدن الآن هي تنتقل إلى العالم القروي، ومن خلال مشروع 800 ملعب التي أطلقته الوزارة الشباب والرياضة اليوم هي وزارة الثقافة والشباب والرياضة ب 800 ملعب اللي غادي توصل وغادي تحقق عامل القرب، ومن هنا تأتي صناعة الأبطال، لأن عندما يكون الفضاء أو المرفق موجود ثم
الإطار التقني والإداري الذي يراقب ويؤطر ويمنهج موجود توقعت من صناعة الأمطار. ولكن ألا ترى الدكتور أن يعني تفويت تدبير للجمعيات فيما يخص مثلا المناعي بالقرب صناعة الأبطال بهذا المفهوم اللي كتكون بشكل يعني فرضاني أو في إطار يعني ومحصور، هذا لا يحيلنا إلى بين قوسين يعني تملص الدولة من واحد الواجب اللي بالعكس ليس هناك تملص للدولة، بل هو إشراك الفاعل المدني الذي هو أصبح الآن جزء من الديمقراطية التشاركية المجتمع المدني. الديمقراطية التشاركية المجتمع المدني أصبح فاعل في صناعة القرار وفي المشاركة في صناعة القرار. الإشراك الجمعيات الرياضية والمجتمع المدني في تدبير هذا المرفق الرياضي هو شيء مهم جدا، ولكن مع الحفاظ على مجانية التدبير بدعم هذه الجمعيات من طرف مؤسسات الدولة سواء الجماعات أو مرافق أو وزارات قطاعات المعنية بالشباب والرياضة، سنكون بذلك نؤسس لخطة واستراتيجية جديدة لتأهيل القطاع الرياضي وخلق أبطال جدد. نعم، يعني هنا نتحدث عن مسار خلق الأبطال أو صناعتها بالمفهوم الحديث، ولكن الوسيلة لجعل الرياضة كثقافة مغربية، كثقافة يعني مارسها يعني الشاب واليافع والشيخ والكهل. والوسيلة هي ما تحدثنا عنها، هو عمل توفير المرفق أولا، نعم، والقرب ديال المرفق من المواطن. هذه كيدفع المواطن إلى أنه يجد فضاءات يفرغ فيها حاجيته الرياضية فتصبح بذلك ثقافة أساسية. مؤخرا يعني تم الإدماج في التعديل الحكومي الأخير إدماج وزارة الثقافة والرياضة والشباب، ألا ترى أن هنا كان أولى أنه يتم إدماج وزارة الرياضة فقط، أتحدث عن الرياضة، مع وزارة التعليم على اعتبار أنه كنهضروا على الرياضة خصها تدخل يعني في الأساليب أو لا تدخل في المنظومة التعليم ككل، لأنها عبارة عن يعني على ثقافة يجب يعني أن تكون حاضرة في ذهن الطفل والتلميذ بصفة عامة. الإدماج بالنسبة للشباب والرياضة بالنسبة للتعليم ليس ضرورة، باعتبار أن القطاع التعليم هناك منظومة خاصة داخل المؤسسة التعليمية ما يسمى بالألعاب المدرسية، وهذا تشتغل بشكل سنوي وفق برنامج محدد، ويتم صناعة أبطال داخل هذه المنظومة هذه. يعني لا أرى هناك تأثيرا في إدماجها مع التعليم أو إدماجها مع الثقافة، باعتبار أن الثقافة أيضا هي قطاع يهتم ويوجه سياسته تجاه الشباب من أجل تأهيله وإبعاده عن ثقافة الغلو والتطرف والتشدد طبعا وعلى المخدرات وما صاحب ما شابه ذلك. إذا نحن بصدد يعني ثورة في مفهوم الرياضة كصناعة، يجب أن يعني تتم صناعة الأبطال من خلالها، لها تكلفة، لها إنتاج إلى آخره. صحيح، إن العمل على المسألة ديال القرب المرافق الرياضية من المواطن من الشباب ستشكل يعني ورشة كبيرة من أجل خلق يعني أكبر عدد من الفرص ومن الأبطال. إذا شكرا دكتور على هذه الإيضاحات. دائما يبقى العقل السليم في الجسم السليم، يجب أن تصبح الرياضة ثقافة يعني دائمة للفرد كي يمنح للمجتمع ما يطلب منه. شكرا أحبائي، إلى اللقاء في حلقة قادمة في برنامجكم عين على المغرب.